a runaway trophy for the number 4 UAE, taking the score 26-0. أكيد مطول. ها؟ بحكي لك بس خلص لأنه ما فيني ركز. صبر المباراة. أخي أنا وصلت النتيجة لجيانا إنه أنا ما بقبل على هذا الشيء، وأنا ربيتك وحملتك وكنت معك طول حياتك، أنا ما بقبل بهالشيء. أنا بدي أولاد شوام، بدي عيلة شوام، بدي أجي على ألمانيا أعيش معكم. هذا المغربي أنت إذا بدك تاخذيه أنا لا بعرفك ولا بتعرفيني، لأني حتطلقي بعد حتقعدي معه سنتين يتسلى ويقضي وقت وتخدمي فيه. بعرف قلت لها بعدين أنا متأكد إنه أصغر منك بسنة وسنتين. قلت له هذا زلمة، هذا الرجل، أنت على 40 بتبلشي كأنسب، يختلف وضعك لما بيكون هو عمره 40 أو 39 وأنت عمرك 40، بكبك وبياخذ غيرك، بكبك وبياخذ غيرك، يعني ما استفدنا شيء. قلت له ضجت وعصبت وعملت قصص، بس ما يعني ما بوصل إني بهين أو شيء، فبدك تاخذهم بالرويه. قلت له أنت، قلت له انت هلا موضوع منتهي ومنتهي، ما فينا نحن، احنا اوعى من انه ننهي، نحن خلينا نسايش من هذا لنوصل نتيجه بدنا اياها بالاخير. انا فهمتها، قلت له هذا كلام مو منطقي، انا عندي عريس شامي، وقالت لي انا ما بربي ولا حياتك. يا اخي والله بعرف، بس نحن نكون هادين شوي ونفكر بعقلانيه. أنا أفكر بعقلانية. قلت له أنا لما قالت لي نصاب، قلت له أنا نصاب، وسيم نصاب، جسام نصاب، عصام نصاب. قلت له كلياتنا نصابين، كلياتنا نصبنا لشبعنا. قالت لي اني نصاب، قلت لها بعدين انا اذا كان ناصب علي هذا كلام مو مضبوط، مين قال لكم؟ انا اعطيكم ماله نصاب. ويلك بعدين بحكي معك، ما فيني احكي معك هلا. So another try for the UAE, a converted one. Final score, 45-0 over India. 45-0 over India.
much to the glee of the General Secretary, Mr. Gates, up there in the VIP stand. Congratulations, sir. Well done to both teams. So we've got the final match for the evening, match 11, scheduled for 19:36. It's Thailand up against Iran very shortly.